هذه آثار قصف العصابات الأسدية 1/9/2012 مسجد قرية الضبعة، تم استهدافه منذ صباح اليوم بعدة قذائف حتى أنزلوا ميدان الجامع على ما ترون. انظروا ماذا فعل هذا المسجد. هذا هو هي عصابات المسجد، مسجد كده مسجد الذي يصلون فيه كده عباد الله، صار مستهدف من قبل العصابة الأسدية. ماذا فعلت لهم المساجد؟ انظروا، انظروا يا أخوان، انظروا يا مسلمين، انظروا يا اللي تدعون الإسلام، انظروا إلى الطيور، انظروا إلى الطيور. ماذا فعلت الطيور؟ كانت عايش ساكنة في ميدان المسجد، فأنزلوها هي ومن فيها. انظروا، انظروا يا عالم، ماذا فعل؟ ماذا فعل هذا المسجد؟ ماذا فعل لك يا بشار؟ ماذا فعل لك يا بشار هذا المسجد؟ اتق الله.